Morning, everybody. I'm Professor Muhsin Al-Sabbak. I would present my lecture for today about management of normal labor. And to start with, we have what I mean by normal vaginal delivery. Normal vaginal delivery means spontaneous birth of single, it should be single, term, alive fetus on vertex presentation without the use of any instrumentations. Episiotomy considered normal. Now, every vaginal delivery has not such features, that's multiple pregnancy or preterm baby or delivery by breech or abnormal presentation like face presentation or occipital posterior, all are considered abnormal vaginal delivery, not normal vaginal delivery. أو إذا كان dead fetus أيضا. فإذا يجب أن يكون single, يجب أن يكون term, والterm نعني بالterm هو completed 37, يعني 37 كامل بمعنى 38 weeks of gestation. فcompleted 37 weeks means 38 weeks لحد completed 41 اللي هو بمعنى 42. فإذا صار الترم هو من 38 إلى 42 أسبوع, from 38 to 42 weeks. This is considered term. Below 38 considered as preterm, وأكثر من 42 يسموه postterm. فحتى نقول هذه الولادة normal, it should be spontaneous, it should be by vertex presentation, and it should carry a single and alive fetus on vertex presentation. Episiotomy هي ما يسمى باعتبار انتم صف رابع اكيد بعد ما عندكم هواي معلومات. الابيزيوتومي هو قص العجال بالعربي, هو وايدنج, هو عمليه قص الانترويتس, الفتحه الخارجيه على مود تو ايز ذا فاجينال ديليفري, حتى الدليفري مع الهيد تصير ايزي. تاخذوها ان شاء الله بالميكانيزم اوف ليبر. ناو هاو ود وي دايجنوز ليبر؟ ليبر حتى نشخصها, اولا patient يجي with colicky severe lower abdominal pain. هذا البين بصفات rhythmic pain رقم واحد. اثنين does not respond to simple, هاي الشغلات السيداتيف simple narcotic analgesia. الم شاق severe labor pain, the patient does not cannot withstand this pain. يعني السيمبل الناركوتيك انالجيزيا would not relieve it. It has the specificity of rhythmicity in the contraction. هاي الكونتراكشن تزداد بها صفة الفندل دومينانس, تبدأ من فوق وتنزل داون بهالشكل, and it increase in the intensity and the frequency with time. يعني إذا كل مرة كانت تيجي كل ثلاث ساعات, تصير كل ساعتين, تصير كل ساعة, until it reach 3 contractions per 10 minutes, lasted for 45 to 60, each contraction lasted for 45 to 60 seconds, associated with cervical dilatation. هي هذه اللي هي contraction مع labor. إذن يجب أن تكون rhythmic contractions, يجب أن تكون هذه contractions يعني تزداد بالintensity, يعني مو إذا مثلا كانت ضعيفة لازم تصير قوية, يعني تزداد بالانتنسيتي مالتها, ولا إذا كانت متباعدة تصير متقاربة in the intensity and the frequency, إلى أن توصل 3 contractions كل 10 دقائق, 3 تقلصات lasting for 45 to 60 seconds. يلا ذاك وقت نقول عليها هذه efficient uterine contraction or signs of labor. رقم 2, بالإضافة إلى الكونتراكشن لازم اكو شيء اسمه سيرفايكال دايلتيشن اند افيسمنت. والدايلتيشن هو دايلتيشن اوف سيرفكس, يعني بدل ما يكون ما بي دايلتيشن, سيرفكس معناته ما متوسع, راح السيرفكس يتوسع يصير بدايلتيشن. نفس الوقت قبل الدايلتيشن اكو مرحله نسميها مرحله الافيسمنت او الرايبنينج اوف ذا سيرفكس. والافيسمنت تعني ديس ابييرنس اوف ذا سيرفايكال كانال with subsequent uterine contraction, أو evanescence of cervical canal, أو disappearance of cervical canal with subsequent uterine contractions. بمعنى أنه إذا كانت cervical canal طولها 4 سنتيمتر,
من يصير 50% effacement راح يصير 2 سنتيمتر، من يصير 75% effacement راح يصير 75% effacement راح يصير طولها 1 سنتيمتر فقط، ومن يصير 100% effacement اختفاء السيرفايكال كانال to be part of the lower segment of the uterus، يعني حلقة وممتدة بشكل مخروطي مع اللور مع اليوترس، بحيث اليوترس كله يصير مخروط، ماكو شيء بعد قدامه صاير اكو سيرفكس طويل، لا السيرفكس كل الكنال تختفي مع اللور سيجمنت اوف ذا يوترس، فصير بارت اوف ذا لور سيجمنت اوف ذا يوترس، والسيرفكس يصير كومبليتلي دايليتد، هو هذا العفو اقصد بمعنى كومبليتلي افيس، هذا نسميه 100% افيكسس. هاي المرحله هي مرحله الافيسمنت، هي هاي المرحله الاولى اللي يصير بها رايبنينج اوف ذا سيرفكس ويصير بها ديس ابييرنس اوف سيرفايكال كانال. رقم 3 باسج اوف شو. الشو هو عباره عن سيرفايكال ميوكس بلوك ذات بلوك ذا سيرفكس، بلوك يعني تبدوره بالعربي، ذات بلوك ذا سيرفكس. سيرفايكال ميوكس موجوده، الهدف من عدها هو حماية البيبي. تعرفون البيرث كانال الكانال الوحيدة اللي هي متصلة مع يعني من برا للداخل، من برا إلى الداخل، شوف ماكو شيء مانعك، فجاينا سيرفكس يوترس تيوبس انترابيريتونيوم، شوف يعني بمعنى أنه الطريق سالكة بالبربيريوم بالبريجنسي، إذا ماكو هاي سيرفاي هاي حماية، حماية للبيبي. هذه السيرفايكال بلوك هي عبارة عن سيرفايكال ميوكس، هاي السيرفايكال ميوكس بلوك ذا سيرفكس، طبعا مجهزة، طبعا أكيد أكو فيزلز، لأنه إذا ماكو بها فيزلز تموت، تصير ديبرس، تصير ديد تشو وتوقع، لازم تكون بها فاسكولاريتي. فبعض الأحيان dislodgement of this cervical mucus because of cervical dilatation وتوسع السيرفكس فتفلت dislodgement of this cervical might lead to detachment of this cervical يسوي لنا bleeding، وبالتالي راح تدخل حتى بالdifferential diagnosis of antepartum hemorrhage، واحدة من الdifferential diagnosis of antepartum hemorrhage هو because of rupture vasa previa و sloughing أو dislodgement of the cervical block اللي هو that block the cervix. This والمرحلة الruptures of the amniotic fluid membranes، تعرفون عندنا amniotic and chorionic fluid membranes، أخشية اللي تحيط بالجنين الامنيوتك ثم الكوريونيك، إذن يصير بها rupture، هذا إذا صار ruptures بمعنى أنه labor has already established. Now stages of labor، شنو stages of labor؟ عندنا تبدأ بالstage 1، الون هاي المرحلة الأولى start from the early signs، start من بداية الcontraction، من بداية labor pain، يعني من شخصنا labor إلى full cervical dilatation اللي هو 10 سنتيمتر. فإت start from early signs of labor until the cervix became fully dilated 10 centimeter in dilated. المرحلة الثانية stage 2 start from full cervical dilatation till the delivery of the fetus فقط مو البلاسنتا. إذن المرحلة الأولى تبدأ من رقم 1 uterine contractions بداية الليبر وتنتهي بال 10 centimeter cervix dilated. المرحلة الثانية delivery of the fetus alone، والمرحلة الثالث delivery of the placenta and membranes بالجمع، ما هي الممبرينز؟ الامنيوتك والكوريونيك فلويد ممبرينز. والستيج 4 هي المرحلة تصير 1 hour after delivery عادة، هذه مراقبة الفيتس، لأن تعرفون إذا نقسمها ثلاث أقسام بس ممكن المرأة once she deliver she go home، باعتبار هي خلصت الولادة المرحلة الأولى والثانية والثالثة خلصت، إذا she may go home simply as simple as that. ما شافوا هو يصير عندهم postpartum، يصير عندهم مشاكل بعد الولادة، المفروض they kept under observation، فهاي ال one hour هي observational stage اللي يصير عادة after complete delivery of the fetus on the fetus حتى نبقى نراقب المذر. هسا عرفنا ال stages of labor، هسا شيء اسمه phases of labor. شو ال phases؟ عندنا المرحلة الأولى اللي هي phase 1 هي مرحلة ال effacement، او ما يسموها بالليتنت فيس، مرحله ليتنت يعني كامنه،
هاي شنو المرحلة الكاملة؟ هاي المريضة تبدي بدايات يسموها بدايات الولادة. It is the phase where there is cervical effacement. It lasts up to 8 hours in prime gravidity patient and 2 to 4 hours in multiparous. يبقى ما قلت ملتي جرافيدا، ملتي باراس. يعني لا ممكن تكون واحدة ملتي جرافيدا بس كلها ينتهي بابورشن ات 2 مس بيريد و ات 1 ان هاف او 3 مس بيريد، ما 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 عدا ولادة. فالمفروض ملتي باراس بيشنت جاب هذه الافيسمنت ما تصير شوية ايرليير دان افيسمنت اوف بيشنت هو از ذا فيرست تايم. اذا هاي قلنا المرحلة الافيسمنت مرحلة اختفاء السيرفايكال كانال، هي مرحلة ديس ابييرنس اوف سيرفايكال كانال to be part of the lower segment of the uterus واحنا نسميها بالليتنت فيس. المرحله الثانيه هي الاكسلريشن فيس، هاي المرحله يصير رابيد سيرفايكال دايليتيشن تقريبا 1 سنتيمتر كل ساعه، 1 سنتيمتر كل ساعه بالبرايم جرافيدا، واقل من هذا الوقت بالمالتي جرافيدا، ممكن كل نص ساعه، ممكن كل 20 دقيقه بالعفو بالمالتي باراس بيشنت. وتجي بعدها المرحله الاكسلريشن تجي البلاتو، لما توصل 10 سنتيمتر فتجي البلاتو فيس، ذا فيس وذ سيرفايكال دايليتيشن ريتش اتس ماكسيمم ستيج. توصل ماكسيمم ستيج هاي خلاص، طبعا توصل 10 سنتيمتر هذه مرحله البلاتو، البلاتو فيس اللي هي واصله حتى 10 سنتيمتر بعد خلاص. زين شنو المطلوب من عندنا بالستيج 1؟ احنا طبعا after we diagnose labor the patient should be admitted to the labor ward. يعني اكو شيء عندنا طبيب قاعد يستقبل البيشنت اللي هي عدها، شخص اول مره اكو ولاده يوم اكو ولاده، يشخص انه المريضه تقول له عندها contraction، هاي contraction تزيد، يفحصها يلقى عندها cervical dilation، يلقى عندها rupture membrane، يلقى عندها علامات ولاده، يقرر يدخلها بالمرحله الاولى، مرحله الولاده الاولى، ونسميها الفيرست ستيج اوف ليبر. هاي المرحله المريضه تبقى موجوده بيها لحد ما تصير فول سيرفايكال دايليتيشن 10 سنتيمتر. شنو المطلوب من عندنا؟ مرحله اوبزرفيشن، نباوع نشوف الكونتراكشن، المريضه تحتاج الى سيديشن، المريضه تحتاج الى فلويد، نشيك البلد بريشر مالتها، البالس تمبرتشر، اذا صار عندها فيجام ليدنج حضر لها بلد اذا كانت تحتاج بلاد. زين ونفس الوقت انه هاي المرحله نربط بيها المريضه على بارتوغرام، نربط البارتوغرام. شنو هذا البارتوغرام؟ هسه احنا اول مره نحكي لكم، بعدين ان شاء الله راويكم اياها. سبيشال شارت يوزد ان ليبر وورد ان ويتش وي كان تشيك ذا بروجريشن اوف ليبر باي بلوتينج ذا تايم اجينست سيرفايكال دايليتيشن، ونشوف اذا اكو صار ديلي بالسيرفايكال دايليتيشن اور اني ساينز اوف ارست اوف ليبر. يعني المريضه تجي اول ما تدخل نكتب بالشارت اسم المريضه، هسه احنا ممكن نرد البارتوغرام، اسم المريضه فوق تشوفوا عندكم نيم اوف ذا بيشنت، ايش قد جرافيد، ايش قد بارا، وطبعا اكو شيء رقم احصائي مال المستشفى، البيشنت ايش وقت ادميتد تو ذا هوسبيتال، تايم اوف ادمشن، رابتشر ممبرينز ساعه. هنا عندنا هذا البلوت، هذا اللي قدامكم اللي تشوفوه، هذا سيرفايكال دايليتيشن، شوفوا يبدو من 1 إلى 10 سيرفايكال دايليتيشن، وهذا هنا هاي الساعات، هاي شنو الاورز. جت المريضه هنا مثلا سجلنا جت الساعه 9 صباحا، تشوفون الارو ساعه بالعشرة صباحا، نكتب بالعشرة الصبح جت المريضه هنا كان عندها 3 سنتيمتر دايليتيشن، 10 بال 11 ب 12 بالوحده بالثنتين بال 8 ساعات، هي بعدها شنو؟ بالليتنت فيس، مرحله الافيسمنت بدت، صارت هنا كانت مات افيس شوي، صار اكثر 25 صار 50% افيسمنت، صار 100% افيسمنت، انه بدت سيرفايكال دايليتيشن. باعوا قلت الارو تشوفوا انه ويا الوقت كل ساعه كل ساعه كل واحد ساعه كل واحد ساعه، هذا طبعا ستاندرد كير، كل واحد ساعة دي يصير عندكم شنو؟ أكثر دايليتيشن. يعني مثلا نفترض هنا ساعة 8 صباحا، هسا على 8 دي تشوفوها بالأورو، بالتسعة الصبح صارت 4 سنتيمتر، بالعشرة الصبح صارت 5 سنتيمتر، بالدعش الصبح صارت 6 سنتيمتر، وهكذا دي تشوفوها قدامكم إلى أن وصلت فول سيرفايكال دايليتيشن والأكسلريشن فيس. زين
مرحلة هنا هذا النورمال، يعني دي يصير عندنا 1 سنتيمتر دالتيشن مع كل 1 hour، دي يصير 1 سنتيمتر دالتيشن. زين بعض الأحيان ستشوفوه هذا قدامكم، هذا البيشنت صار هنا ديلي، يلا بدأ تشوفوه هنا ديلي صار، يلا بدأ هنا لازم ناخذ أكشن. ممكن انه نحلق المريضه بسنتوسينون اذا ما عنده افيشنت تراين كونتراكشن، ممكن نساعدها بالسنتوسينون دريب، زين ننطيها مثلا فد 2 يونتس اوف سنتوسينون تتعلق ب 500 سي سي اوف نورمال سلاين، وهذا السنتوسينون نبدا به 15 دروب بير مينيت. اذا ما بدا البيشنت عندها كونتراكشنز نسوي دبلينج اوف ذا دوز، يعني 30 عفوا مو دبلينج اوف، دبلينج اوف ذا دريبس، يصير 30 دروبس بير مينيت. إذا ماكو 60 دروبس أوف بير مينيت، إذا ما صار نسوي دبلك. ليش؟ ما نقدر نخلي بعد أكثر، يعني أكثر من 60 قطرة ننزلها بالدقيقة، لأن ممكن يصير ووتر انتوكسيكيشن، لأن الأوكسيتوسين يشتغل مثل الأنتيدايرتيك هرمون، يسحب الفلويد ونعطيها فلويد، فممكن يصير ووتر انتوكسيكيشن أند ما يجو إنتو هارت فيلير. فهنا البيشنت إحنا نتأكد لازم إنه إذا ما صار contraction عدد بال 60 drops نسوي بدل 2 unit نطيها 4 unit of centocinone ونمشي نفس السيستم، هم 15 drop ورا نص ساعة 30 drop إذا ما صار، وإذا صار أوكي تبقى على نفس الدروب مال السنتوسينون. نفس الجهاز اللي دا تشوفوه قدامكم اللي يقيس السيرفايكال دايتيشن، أكو واحد يقيس الفيتال هارت تريسنج. الفيتال هارت تريسنج هو اسمه الفيتال هارت تريسنج مقارنة بالترال كونتراكشن، هذا نسميه بالسي تي جي او الكارديو توكوغرافي. كارديو توكوغرافي، الكارديو توكوغرافي اللي تشوفوا قدامكم هذا يقيس، تشوفوا قدام هنا الفيتال هارت ريت ايش قد اكو موجوده فيتال هارت، واكو شيء اسمه يوتراين كونتراكشنز ويا الفيتال هارت. بعض الاحيان اللي دي يصير شنو، انه احنا حتى نقول هذا نورمال تريسنج، اول شيء مال فيتال هارت تريسنج نورمال هارت طبيعي، لازم 120 الى 160 بيتس بير مينيت، هذا اولا، يعني من 120 الى 160 بيت. لازم اكو بيت تو بيت فاريشن، يعني مو خط لاين عدل، لازم اكو فاريشن، لازم اكو شويه صعود ونزول. يعني نحن هنا the baby is in a good condition، مو ها ساكت خانس، هاي رقم 2. لازم اكو rapid acceleration بين لحظة واخرى ويا الفيتال هارت موفمنت، ويا الفيتال بودي موفمنت سوري. يعني مثلا حرك ايده حرك رجله، صار زيادة فت 20 دروبس، صار زيادة فت 15، فت rapid acceleration اكو بالفيتال هارت ريتنج on any movement of the baby. هذا النورمال يعني كارديك نورمال رسم الهارت مع البيبي. اكو لازم شنو، اذا رقم شو واحد من البيت من 120 الى 160، اكو بيت تو بيت فاريشن، واكو اكسلريشن اوف فيتال هارت اون اني بودي موفمنت. زين يقارن بالمقابل انه احنا من نعلق نخلي المريضه على الفيتال هارت، نخلي جهاز الفيتال هارت على بطن المريضه، اكو اخر نخليه على مود يحسب الكونتراكشن، قوه الكونتراكشنز. زين هذا شنو اللي يتحسس به؟ مو هنا من يصير اليوترس كونتراكتد راح ياخذ شكل جلوبيولر، فيصعد الدم مالته، يحسس الجهاز اللي دي يقيس اليوترين كونتراكشنز، فدي يشوفون اذا صار. المفروض ما يصير ديبينج، المفروض هسه اخر شيء دبليو اتش او حتى الديبينج بالماكسيمم كونتراكشن ما تقبل به، تقول لازم ماكو شيء اسمه ديبينج ات اول. ديبينج يعني ديكريز بالفيتال هارت اون ماكسيمم كونتراكشن، ماكو شيء لازم قله بالفيتال هارت اون ماكسيمم كونتراكشن، لازم يبقى الفيتال هارت نوت افكتد لا ديورينج كونتراكشن ولا افتر. فاذا هو افكتد ونزل مع الماكسيمم كونتراكشن، مثلا وصل كونتراكشن 50 نزل فيتال هارت، نقول عليه ديب 1، يعني نزول. هذا مو موضوعنا، نحكي عن نورمال بس لا بس بالتفكير. ديب 1 انه من يصير ماكسيمم كونتراكشن ويا ماكسيمم ديبينج اوف ذا فيتال هارت. بس اذا صار ديبينج اوف فيتال هارت افتر فانيشينج
after اختفاء, after finishing of uterine contraction, this is what we call DIP2, and this is more serious, indicate more fetal compromise, the fetus more in jeopardy in type 2 DIP, اللي هو عادة indicate that there is signs of يعني fetal distress. It should be taken in consideration. Then, فشو المطلوب من عندنا بالفيرست ستيج؟ اللي قلنا انه IV fluid, if she had dehydration, painkiller, preparation of blood, observation chart, ممكن نسوي لها artificial rupture of membranes اذا الممبرينز مالتها intact والهيد well applied, يعني اكو علامات. احنا ما يصير نسوي اي ار ام لانه هذا الاي ار ام او artificial rupture of membrane اذا كان presenting part high ممكن يؤدي الى cord prolapse, فلازم نسوي الاي ار ام لما يكون الهيد well fitted to the cervix, الهيد قاعد تماما, بحيث بنسوي اي ار ام او fixing بنسوي اي ار ام ما يفلت كورد من عنده, فنسوي اي ار ام ونراقب المريضه اذا بدت عندها كونتراكشن بعد الاي ار ام. ليش؟ لان من نسوي ارتفيشال اوف رابتشر اوف ممبرينز راح يصير لوكال ليبريشنز اوف بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز هو نوع من الهرمونات اللي هي لوكال هرمونز, يعني تنفرز من مكان تو اكت اون ذا سيم بليس. هاي اللوكال هرمونز من تنفرز من سوى اي ار ام راح تنفرز هذه البروستاجلاندينز. وين راح تنفرز؟ راح تنفرز بالمكان اللي سوينا بي اي ار ام, وراح تشجع على شغلتي الديوال اكشن, هم يسوي تران كونتراكشنز ونفس الوقت يسوي سيرفايكال دالتيشن عند الفيسمنت, ولذلك نستخدمه بحالات انهاء المسكاريجز بعدين تاخذوه الميزوبروستول. فهذا لوكال هرمون released from a site to act on the same side, مو مثل الهرمونات, الهرمونات تنفرز من مكان مثلا بالبيتيوتري حتى تشتغل على الأوفري اللي هو بعيد عنها, لا هذا نفس المكان. هنا أنا إذا صار عندنا contraction بوتل اي ار ام ما نحتاج, بس إذا ما صار لازم نبتي سنتوسينون, 2 units of sintocinone drip should be given with 500 cc glucose water and starting 15 drops per minute as I mentioned already, then increase to 30, then to 60 if no contraction, then we have to double the dose of sintocinone because more fluid will lead to water intoxication. السكند ستيج اوف ليبر, المريضه ايش وقت نصعدها؟ يعني المريضه خلصت الفيرست ستيج صارت فول سيرفايكال دايتيشن, نصعدها بالسكند ستيج اوف ليبر. We need only to assist the second. صعد المريضة نعلقها الليثوتومي position. مطلوب من عندنا we assist the vaginal delivery. Just help her to manage the delivery by supporting the perineum during pushing. خليدنا على البرينيوم, احنا لابسين gloves وgowns وش اسمه, خليدنا على البرينيوم while she push, while she bear down, we push on the perineum. خليدنا assist the perineum to prevent the perineum from يعني ممكن انه دمج او. فهنا المفروض شنو؟ هنا نخلينا فقط to prevent perineal tear, we need to do episiotomy and which is an incision made to increase the diameter of the birth canal, especially we need to prevent perineal tear, we need to do episiotomy which is an incision made to increase the diameter of the birth canal, especially the outlet to help the patient to deliver vaginal. It should be done when the perineum threatened to tear, يعني بمعنى بالبرينيوم نقص بالابيزيوتومي لما يقول انه اذا ما ينقص راح ينشك, يعني when the perineum threatened to tear. Now what about management of third stage of labor? احنا عندنا مهم جدا بالفقره بالثيرد ستيج اوف ليبر وهي الدليفري اوف ذا بلاسنتا اند ممبرينز, اكو شيء اسمه قبل لا تبدي حتى يطلع اكتف مانجمنت صحيه. We should give the patient syntomethrin. It should be given with the delivery of anterior shoulder or crowning of the fetal head after exclusion of twin gestation. لأن إذا أعطينا syntomethrin وأكو بيبي موجود بالداخل ممكن يسوي contraction ويغلق الطريق على السكند بيبي. فلازم نعطي السنتومترين بالدليفري اوف انتير شولدر او كراوننج اوف ذا فيتال هيد, يعني الهيد اللي يطلع, الهيد اللي يطلع من البرينيوم ثرو ذا اوتلت. لما نصير عمليه الكراوننج اوف ذا فيتال هيد او مرحله الدليفري اوف انتير شولدر هنا ينعطى السنتومترين, بس لازم نسوي اكسكلوجن اوف توين جستيشن.
wait until signs of placental separation. Aku signs of placental separation. يصير sudden gush of blood. يصير elongation of the umbilical cord. يصير globular shell, or my some globulating of the uterus with hardening and became less in size. يصير globular, يصير طوبة uterus. At that time, then we use the Brand Andros method to deliver the placenta. This is by sustained traction of the cord, which should be, and our left hand should be pressing the fundus of the uterus backwards and downwards, and we pull the placenta slowly to prevent. طبعا هنا جدا مهم انه ما نضغط ما نجر هواء على البلاسنتا. اولا هي منفصله, يعني اذا انتظرنا البلاسنتا لمده عاده هاي تصير تقريبا 20 minutes بالثيرد ستيج اوف ليبر. If we wait for the placenta to be separated, يعني نعطيها مجال نشوف gush of blood, نشوف زياده باللينث اوف ذا كورد, نشوف الجلوبيلر صار يوترس, انه بذاك الوقت نخلي ايدينا على الكورد, نخلي ايدنا على على الليفت هاند, نخليها على البيوبيك ريجن, على البيوبس, حتى نمنع الديسنت اوف يوترس. نفس الوقت نثبت اليوترس. شلون واحد ثبت شيء؟ من تسحب على شيء تفصل شيء من شيء, لازم تثبت شيء ذاك. فاحنا بدنا نثبت اليوترس حتى لا يصير بي انفرشن, حتى لا يصير بي ديسنت اكثر, ممكن انه يصير بعدين جينيتال برولابس, نمنع. ونفس الوقت ما نسحب قوه كبيره, ليش؟ اذا هي نوت ديتاش ونسحب عليها ممكن يسوي انفرشن اوف يوترس, اللي اعطتكم اياه او راح تعطيكم اياه دكتوره مثال.